بس هي بتحب الحيوانات جدا على فكره. انت هتقول لي مره كان عندها كلب والكلب اي، انا عايز اقول لك الدنيا اتقلبت. لا ده ايوه اي اي حيوان تاني. ما فاكر انت لما كنا بنصور والحمار عمال ينهى كل الحيوانات بنصور كل تاني اكشن كان غلط اكشن جابت الحمار كابوتشا واحنا قاعدين الحمار دخل اشتريت له كابوتشا واحنا قاعدين. اه والله تاكل الحمار ولا قلت له انا ولا الحمار؟ قالت لي الحمار. تخيل معلش ما يقارنش يعني ما يحطش نفسه قدام حيوانات. انت بتحب الحيوانات؟ بحب الحيوانات كلها. حدش يقول لي انا ولا الحيوانات. حيوانات عدو. قلبك على الحمار ده كله. انت عندك في البيت حيوانات نوعها ايه؟ انواع دي مش كم كلب عندك في البيت؟ دلوقتي عندي ثلاثة بس انا عندي كتير. بس يعني دلوقتي في البيت عندي بقى برغوتة في حتة يعني عندي في شلت مربية برغوتة اسمها برغوتة وعندي فوزي وفوزية. بس فوزي وفوزية؟ ده ست كم ده بس انكم صحيح يا استاذ بلاش الاسئله دي عشان ايه العيال دي مش هناخد احنا قاعدين بوقارنا وعاملين فيها كده فخلينا كده. انا بس عايز اعرف حسن الرداد قاعد مع مين في البيت. انا لا 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 غلط. هم مش معاهم ومع بابي ومامي. هو حسن انتي 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 دوجز يعني حسن مانع الكلاب في البيت؟ لا 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 هو مش مانع بس يعني هو يعني ما فيش وقت يعني ان انا اجيبهم هيفضحونا يعني فبلاش نعمل مشاكل خلينا كده. يعني انت لما تحب تروحي تشوفي الكلاب بتاعتك بتروحي عند بابا في البيت؟ بابا قابل الكلاب هو وماما؟ كل ما اشوفها يقول لها يا بنت شيليهم بقى حرام عليك. يا بنت مش عارف اشرب الشاي والله عاوز فوقيه قفلني. انا بحب الحيوانات. حضرتك الحمار اللي هما بيتكلموا عنه ده كان مضروب واخد سيف هنا وبيض. الحمار ده فين؟ حطاه في البيت؟ في المسلسل؟ لا في صور مشهد. لا بيتصور مشهد هي في الشارع يعني في ريف كده في الشارع. لو لقينا حيوان مره وقفت بالعربيه جامد كده كنا راجعين من التصوير. فكنا راجعين من التصوير وبقى لنا حوالي مثلا 18 ساعه بنصور. فقلت حصل حاجه في عربيتهم وقفت اسالهم قالوا لا ده شافت حمار هناك فمنزله له اكل. وانا مروح أيوه. مفيش اكل اصلا يعني. ايه يا حمدي ما تقولش كده. لا لا الحمد لله. لا انا جاي لدكتور عمرو هو يعني حمدي طبعا محروم من اكل اللحوم والحاجات دي كلها. فطبعا تلاقيه كان جعان جدا وشايف حضرتك عماله تاكري. ده خاص ده يعني اديله. انا عمي طلبته مني خاص وما اديتلهوش. لا بس انا قلت لك انا ولا انت بتروحي البلاتو معاكي خاص؟ لا لما ببقى عارفه ان انا دلوقتي عندي مشهد فيه حمار ايوه فبجيب معايا اكل الحمار لاني بقى اري الاوردر ان فيه بكره حمار فهجيب معايا خاص وخاص او ابعت بسرعه حد من الانتاج ربنا يخليهولنا او السواق بتاع اي حد يساعدني انه يطلع على طول يجيب لي اكل للحيوان اللي موجود حمار بقى كلب قطه يعني.